بن عبيشة عند نادر. نادر نادر دائما عند الكرة تخلى مؤثرات كريستيانو الإصابة رجوز فردي مع التمريرة ديال بن عبيشة كان هجوم لصالح المنتخب الجزائري قبل الزاوية تتمشي عند الدفاع ديال المنتخب الوطني الكرة تمشي عند بن عبيشة. بن عبيشة حط الكرة ضد جزاء النظير نادر بواحد المجهود فردي يمكن من مراوغة الخصم والتمريرة الحارس ويقضي الكرة أرضية مرتدة وتكون الإصابة الثانية. الإصابتين في واحدة